تمام. لو سألتك باعتبارك واحد من نجوم ليفربول، رأيك في محمد صلاح حاليا، هل يستمر في ليفربول أو ينتقل لدوري مختلف خلال الفترة القادمة؟ وهل ليفربول سيجدد مع محمد صلاح ولا لا، خصوصا بعد الإعجاز اللي بيعمله محمد صلاح في الدوري الإنجليزي بعد مباراة أمس الحقيقة أمام مانشستر سيتي؟ أنا أحب محمد صلاح كثيرا. أنا لعبت معه في أو لعبت وتابعته في ليفربول، وحقق إنجازات كبيرة ويقوم بعمل رائع، وأأمل أن يستمر مع ليفربول لأن الناس يحبونه كثيرا. وأعتقد أنه شرف كبير لأن الرؤية الإنجاز يعود أيضا لأفريقيا ولمصر. وأعتقد أن إذا استمر صلاح في ليفربول سيكون هذا جائزة. الطريقة التي لعب بها ويلعب بها الفريق مؤهل للفوز، لا يحتاج إلى أن يذهب إلى نادي آخر ليبني موقع، فهو في موقع متميز وموقع فائز، وهو دائما يحقق الكثير من الإنجازات وهو جائزة في حد ذاتها، وهو في موقع متميز على مستوى العالم. وبما أن ليفربول يعطوه كل هذه الفرص، وهناك أيضا جودة عالية لكرة القدم هناك ويتم إعطاؤه كل الفرص، لهذا أعتقد أنه في أفضل الأماكن التي يمكن أن يلعب فيها كرة قدم، البيئة الأفضل، المناخ الأفضل. لماذا تغير ذلك؟ لهذا أعتقد أنه في هذه اللحظة الموضوع ليس له علاقة بالأموال أو العقود، الموضوع متعلق بالمتعة، بالدعم، الدعم الذي يعطيه الجمهور له والنادي له. وأعتقد أن كل هذا متاح وهذا المناخ متاح في إنجلترا، وأنا سعيد بهذا، فهو إنجاز لأفريقيا بشكل عام وأنا أحبه كثيرا. طيب أخيرا عشان أنا طولت عليك، كيف سيتعامل كارلوس كيروش بقى، بما أننا بنتكلم عن محمد صلاح، كيف سيتعامل كارلوس كيروش مع محمد صلاح، أفضل لاعب في أفريقيا، واحد من أفضل ثلاث لاعبين في العالم، كيف سيتعامل معه في المنتخب الوطني المصري؟ طبعا كارلوس كيروش سيتعامل مع الكثير من اللاعبين الجيدين. كارلوس كيروش كان في ريال مدريد وهو نادي كبير ولاعبين متميزين، ليس من السهل مع شخصية اللاعبين وأيضا إمكانية التواصل كما تحدثت من قبل. وأنا أعتقد أن كيروش كان سيتعامل بصورة جيدة وسيعطي صلاح الفرصة، وصلاح سيكون أكثر مسؤولية، تحمل المسؤولية، وسيقود ليكون مثال يحتسى به. وأعتقد أن كيروس سيعطي الكثير من المسؤولية لصلاح ليقود الفريق. وعندما تكون نجم كبير وتقوم بأدائك على الوجه الأكمل ويكون لديك مسؤولية كبيرة، فهذه هي المتعة الأكبر. فعندما تكون كبير في الملعب تكون كبير في جميع النواحي. وأعتقد أن العلاقة ستكون جيدة للغاية لأن كيروش هو جنتلمان إذا صح التعبير في كل نواحي التعامل، ويتعامل باحترام، وهذا سيبدأ مع اللاعبين وهو شيء هام للغاية. وهناك أيضا جانب النتائج، وإذا أحرز نتائج سيكون هناك أو سيكون هذا هو التركيز في المقام الأول، ومصر ستستفيد من ذلك. أنا بشكرك جدا جدا على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا للنجم الكبير الحقيقة ونجم منتخب البرتغال السابق وواحد من أهم وأفضل اللاعبين في البرتغال ولاعب في أفضل أندية العالم الحقيقة إبل تشايفر، بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا وعلى كل هذه المعلومات.